أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة في القسم العلمي، أهلا بكم في سلسلة دروس الفيزياء. إحنا لسه في الوحدة الأولى الكهربية التيارية في الفصل الثالث اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. احنا في الدرس التاسع أسئلة ومسائل على دينامو التيار المتردد. احنا في الدرس السابق احنا اتكلمنا على فكرة الدينامو التيار المتردد، وقلنا ان هو بيتكون من ملف، الملف ده هو اتوصل بحلقتين معدنيتين، الحلقتين المعدنيتين دول بيدوروا مع الملف، الملف دوت بيدور بين قطبي مغناطيس، المغناطيس دوت مغناطيس ثابت، ممكن يكون مغناطيس كهربي او ممكن يكون مغناطيس دائم، مش هتفرق. والحلقتين دول متوصلين بفرشتين توصيلتين، فرشتين توصيل عشان ينقلوا التيار المستحث او قوة الدفع الكهربائية المستحثة لخارج الدينامو او المولد الكهربي. فبالشكل ده بقدر ان انا لما بحرك الملف بيتولد قوة دفعة كهربية، القوة الدفعة الكهربية اللي بتولد المستحثة بقدر إن أنا أنقلها للدائرة الخارجية. ويعني باختصار شديد جدا كنا قلنا إن القوة الدفعة الكهربية في الملف بتساوي القوة الدفعة الكهربية العظمى مضروبة في ساين 2 باي في التردد في الزمن. وقلنا ان القوة الدفع الكهربية العظمى بي ام اف ماكسيمم، قلنا انها المجال المغناطيسي في المساحة بتاعة الملف اللي هي الطول في العرض في الاوميجا اللي هو السرعة الزاوية في عدد لفات الملف. ده يعني باختصار شديد جدا هو ايه اللي احنا كنا قلناه في الدرس السابق. تعالوا بقى في الدرس دوت نحل مسائل واسئله على دينامو التيار المتردد. بيقول لك عندي ملف في مولد كهربي بسيط للتيار المتردد عدد لفاته 100 لفه، يبقى هو الN بتاعتي بتساوي 100. مساحة مقطع كل منها 21 من 100 من المتر المربع، يبقى أنا مساحة المقطع إيه؟ بتساوي 21 من 100 متر مربع، وكويس الحمد لله هي جاية لي بالمتر. يدور الملف بتردد 50 دورة في الثانية، يبقى أنا عندي التردد F بيساوي 50، F بيساوي 50. وقلنا دورة في الثانية دي بنسميها هرتز. في مجال مغناطيسي ثابت كثافة فيضه 10 أس ناقص 3 ويبر على المتر المربع، الرقم ده غلط، 10 أس ناقص 3 ويبر على المتر المربع. ما هي النهاية العظمى للقوة المستحثة اللي هي الـ EMF maximum بتساوي كام؟ وما قيمتها عندما تكون الزاوية بين اتجاه السرعة وكثافة الفيض 30 درجة؟ يعني هنا هو ديت الـ EMF عند زاوية 30. طيب الأول هنجيب، عايزين الـ EMF ماكسيمم. هقول إن الـ EMF ماكسيمم القانون بتاعها كان بيقول إيه؟ بيقول إنه عدد اللفات في كثافة الفيض المغناطيسي في مساحة المقطع في السرعة الزاوية. السرعة الزاوية دي أجيبها إزاي؟ السرعة الزاوية ديت عبارة عن إنها 2 باي في التردد. 2 باي في التردد. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا هو عدد اللفات 100، كثافة الفيض المغناطيسي 10 أس ناقص 3، المساحة 21 من 100 متر مربع، الأوميجا 2 في باي 22 على 7 في الفريكونسي 50 هرتز. تمام؟ لما نحسب الحسبة ده هي هنلاقي إن الـ EF ماكسيموم بتاعتي هتطلع
6.6 فولت. طيب دي الاي اف ام، الاي ام اف ايه ماكسيمم. هات لي القوه الدفع المستحسه لما تكون الزاويه بين اتجاه السرعه وكثافه الفيض 30 درجه. يعني ايه؟ يعني انا الملف بتاعي بقى مايل دلوقتي بحيث ان ده اتجاه العمودي على المجال على الملف، وده اتجاه المجال المغناطيسي. الزاويه بتاعتي سيتا دلوقتي بقت بتساوي كام؟ بقت بتساوي 30 درجه. يبقى في الحاله ده هي الاي ام اف بتاعتي هي الاي ام اف ماكسيمم في ساين سيتا. ونظرا ان هو بيديني الزاويه زاويه مباشره، يبقى انا مش محتاج ان انا احسبها كزمن. فهنا هو ده الاي اف ام اف ماكسيمم اللي انا حسبتها اللي هي 6.6 فولت في ساين 30 اللي هي نص. يبقى فرق الجهد في اللحظه دهيت هيبقى عباره انه كام؟ 3.3. تمام؟ طيب ضع علامه صح امام الاجابه الصحيحه. يمكن تحديد اتجاه التيار الكهربائي المتوالد في ملف الدينامو باستخدام قاعده فيلمنج لليد اليسرى. لا، ده قاعده فيلمنج لليد اليسرى دي بتديني القوه على سلك بيمر فيه تيار كهربي في مجال مغناطيسي. انا مالي ومال الكلام ده؟ لا، قاعده لينز ماشي، يا قاعده لينز تمشي وكل حاجه. طب قاعده فيلمنج لليد اليمنى؟ لا دي اولى بقى، قاعده فيلمنج لليد اليمنى. يبقى هو الحل بتاعي قاعده، لان قاعده فيلمنج لليد اليمنى بتديني اتجاه التيار المتولد في السلك، اتجاه التيار المتوالد. هو هنا بيسالني عن اتجاه التيار المتوالد في السلك لما يتحرك في مجال مغناطيسي. فيبقى اذا قاعده فيلمنج ايه؟ لليد. يكون معدل قطع الملف لخطوط الفيض المغناطيسي في الدينامو اكبر ما يمكن عندما يكون الملف عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي، مستوى الملف مايل بزاويه 30 درجه، مساحة الملف أقل ما يمكن، مساحة الملف أكبر ما يمكن، مستوى الملف موازي لخطوط الفيض المغناطيسي. مستوى الملف ده مستوى الملف. ده المستوى. موازي لخطوط الفيض المغناطيسي ده معناه إن العمودي على مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي. فانا هنا هوت لما اقول مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي ولا مستوى الملف موازي، لا هو انا شايف انها مستوى الملف موازي لخطوط الفيض المغناطيسي. انما هو اللي انا قصدي عليه، علشان بس اكون ايه امين معاكم، اللي انا قصدي عليه ده مستوى الملف اهو، وده العمودي على مستوى الملف. لما يكون العمودي على مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي. تمام؟ فيعني معلش يعني احتمال اكون انا غلطان، ويعني وفوق كل ذي علم عليم. تمام؟ انا هنا انا اريها ده مستوى الملف، ده مستوى الملف وده خطوط الفيض المغناطيسي. فلما مستوى الملف يكون موازي لخطوط الفيض المغناطيسي يكون العمودي على مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض المغناطيسي، يديني اكبر ما يمكن. يبقى الإجابة اللي أنا شايفها هي هي. تمام؟ متى تكون القوة الدفع المستحسة المتولدة في ملف أكبر ما يمكن ومتى تكون صفر؟ هي القوة الدفع المستحسة بتساوي كام؟ بتساوي عدد الملفات، عدد اللفات في القوة في المجال المغناطيسي، في المساحة، في السرعة الزاوية اللي أنا بسميها الـ EFM ماكسيموم. تمام؟ في ساين سيتا، السيتا دي بتساوي ايه؟ السيتا ده هيت اللي هي الزاوية ما بين العمود على الملف واتجاه المجال المغناطيسي. لما تكون السيتا بتساوي باي على 2 بتكون ساين سيتا بتساوي 1، يديني أكبر ما يمكن. لما تكون السيتا ما بين العمود على الملف اتجاه المجال المغناطيسي بيه، لما تكون السيتا بتساوي صفر، يبقى في الحاله دي هي ساين سيتا بتساوي صفر تكون اصغر ما يمكن او تكون صفر.
يبقى متى تكون القوة الدفع المستحثة المتولدة في الملف أكبر ما يمكن؟ عندما تكون، يعني عندما تكون الزاوية بين العمودي على الملف واتجاه المجال المغناطيسي تساوي 90 درجة، وهنا بتكون صفر امتى؟ عندما تكون الزاوية بين العمود على الملف واتجاه المجال المغناطيسي تساوي صفر، أو 180 على فكرة، ما هي ساين 180 برضه صفر. تمام؟ استنتج علاقة يمكن بواسطتها تعيين القوة الدفع الكهربائية المستحثة في لحظة ما في مولد التيار الكهربي. طيب دي بقى إيه؟ هنجيب الإثبات كله. هنجيب إن أنا عندي هنا هو ده الملف. فقلنا إن ده عندي ده الطول دوت L، وهنقول إن أنا عندي إن الملف ده بيدور حول نص قطر بيساوي R، فالسرعة الخطية V بتساوي الأوميجا في الR، فالقوة الدفع الكهربية E M F واحد، حيث ان ده واحد، بتساوي البي في ال السرعة الخطية اللي موجودة عندي في ساين الزاوية اللي ما بينه وما بين المجال المغناطيسي، اللي ما بين السرعة وما بين المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي اهو بي، وادي هنا هو ده اتجاه السرعة الخطية في، فكل ما بتميل بزاوية كل ما بتتغير الزاوية اللي ما بين المجال المغناطيسي والسرعة الزاوية. طيب ده الاي ام اف واحد، ديت القوة الدفع الكهربية المستحثة في السلك رقم واحد. يبقى القوة الدفع الكهربية EMF واحد هتبقى عبارة انها B في ال L، واشيل ال V واحط بدلها ايه؟ الأوميجا في ال R، الأوميجا في ال R في ساين سيتا. ده ان انا شلت ال V وحطيت بدلها ايه؟ الأوميجا في ال R. يبقى القوة الدفع الكهربية الكلية، قوة الدفع الكهربية الكلية اللي هي الـ EMF هتبقى عبارة عن 2 الـ EMF واحد. ليه؟ لأن أنا زي ما عندي واحد عندي 2، فهنا هو دي هتبقى عبارة عن 2 في الـ B في الـ L في الأوميجا في الـ R في ساين سيتا. وانا عندي مساحة الملف الاريا بتساوي ال مضروبة في 2 في الار. يبقى معنى الكلام دوت ان قوة الدفع الكهربية الكلية اي ام اف بتساوي البي في الاريا في الاوميجا في ساين سيتا لملف عدد لفاته ان، تبقى الاي ام اف بتساوي الان في البي في الاي في الاوميجا في ساين سيتا، وسيتا عندي
هي عبارة عن إنها أوميجا تي أو إنها 2 باي الإف في تي. يبقى أنا القوة الدفع الكهربائية بتاعت الملف هي عبارة عن إنها الـ N في الـ B في الـ A في الأوميجا في ساين 2 باي الإف في تي. ده إيه؟ الإثبات من أوله لآخره. تمام؟ تعيين القوة الدفع الكهربائية المستحدثة في لحظة ما في موال التيار الكهربي، فأنا النتيجة اللي أنا وصلت لها الـ EMF بتساوي عدد اللفات، كثافة الفاز المغناطيسي في مساحة الملف، السرعة الزاوية في ساين 2 باي الإف في. ده النتيجة اللي أنا كنت عايز أوصلها. واضح؟ طيب، إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي بين قطبي مغناطيس بتاع مولد كهربي هي 7/10 تسلا، يعني ديت البي. البي 7/10 تسلا. وطول الملف ال بتساوي 4/10 من المتر. طول ملف الجهاز. لكي تتولد قوة دفع كهربائية مستحدثة في هذا السلك تساوي 1 فولت. لا ده أنا بتكلم على سلك واحد بقى المرة دي. احسب سرعة حركته. طب ده انا هنا بتكلم يا دوبك على القوة الدفع الكهربائية في سلك. طب القوة الدفع الكهربائية في سلك كان القانون بتاعها ايه؟ القوة الدفع الكهربائية في سلك اي ام اف بتساوي ال بي في ال في في ال ال في ساين سي. تمام؟ وهو عايز 1 فولت، واعتبر ال 1 فولت ديت القيمة العظمى، يعني لما تكون سيتا بتساوي ايه؟ 90 درجة. تمام؟ يبقى انا عندي القوه الدفع الكهربيه المطلوبه 1 فولت، البي 7/10 تسلا، الفي السرعه الخطيه انا مش عارفها، الطول بتاعي 4/10 متر، الانجل بتاعتي او الزاويه بتاعتي 90 درجه. يبقى انا عندي الاي ام اف 1 بتساوي البي 7/10 في الفي اللي انا مش عارفها في ال ال 4/10 متر في ساين ثيتا اللي هي بواحد. يبقى من هنا اقول والله يبقى اذا السرعه القطيه المطلوبه هي 1/7 في 4/10، يبقى السرعه القطيه المطلوبه بتساوي كام؟ 3.57 متر على الثانيه. واضح؟ طيب، ملف دينامو يتكون من 800 لفه، يبقى انا عندي ال N بتساوي 800. مساحه مقطعه الاريا بتاعتي بتساوي ربع متر مربع، يدور بمعدل 600 دورة في الدقيقة. استنى، ده هنا 600 دورة في الدقيقة، يبقى التردد بتاعي كام؟ انا ال 600 دورة ديت في كل دقيقة، يبقى في كل ثانية بيلف كام لفة؟ يبقى 600 على 60. يبقى انا عندي التردد عبارة عن انه 600 في الدقيقة، الدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى 600 على 60. 600 على 60 ديت يعني دي بتساوي كام؟ هنشيل دي مع دي تبقى 10، والوحده بتاعت التردد ايه يا شباب؟ هرتز. ماشي؟ يدور بمعدل 600 دوره في كل دقيقه في مجال كثافه فيضه 10 اس ناقص 3 تسلا. كثافه الفيض اللي عندي 10 اس ناقص 3 تسلا. احسب لي القوه الدفع الكهربائيه المستحدثه عندما يصنع العمودي على الملف في زاويه 30 درجة مع الفيض المغناطيسي، يعني سيتا بتساوي 30 درجة. يبقى أنا عندي عدد اللفات 800، المساحة ربع متر مربع، التردد 10 هرتز، البي بتساوي المجال المغناطيسي بتساوي كام؟ قلنا 3/10 تسلا، آسف 10 أس ناقص 3 تسلا، 10 أس ناقص 3 تسلا. الزاوية سيتا بتساوي 30 درجة. من هنا اهوت هقول والله الـ EMF بتاعتي بتساوي N في B في A في أوميجا، عدد اللفات في المجال المغناطيسي في مساحة المقطع في السرعة الزاوية في ساين سيتا. N في 800، B 10 أس ناقص 3، المساحة ربع، الاوميجا، الاوميجا ديت 2 باي في الفريكونسي، الفريكونسي 10 هرتز يبقى 2 باي في 10 في ساين سيتا ساين 30،
احسب الكلام ده مع بعضه، هتطلع لي ان الـ EMF عند الزاوية دهيت في اللحظة ديت هيبقى عبارة عن انه 6.28% من ايه؟ من الفولت. واضح؟ طيب، ملف مستطيل ابعاده 4 × 10 متر × 2 × 10 متر، يعني ما معناها ايه؟ ان مساحته ال 4 × 10 × 2 × 10 يعني 8 × 100 متر مربع. عدد لفاته ان بتساوي 100. يدور بسرعة زاوية ثابتة 500 دورة في الدقيقة يعني ايه؟ يعني التردد بتاعي 500 على 60. 500 على 60 ديت يبقى 8.33 هرتز، يبقى دي التردد بتاعي. في مجال منتظم كثافة قيده 1/10 تسلا، يبقى انا عندي دي بتساوي 1/10 تسلا. ومحور الدوران في مستوى الملف عمودي على المجال يعني اقصى قيمة. احسب لي قوة الدفع الكهربية العظمى المستحسة في الملف. يبقى انا عندي القوة الدفع العظمى EFM maximum هي عبارة عن انها عدد اللفات N في المجال المغناطيسي B في مساحة المقطع A في الأوميجا اللي هي السرعة الزاوية. N عندي ب 100 لفة، B 1/10 تسلا، A اللي هي 4 × 10 متر × 2 × 10 متر اللي هي 8 × 100 متر مربع، أوميجا اللي هي 2 باي في الاف، 2 باي مضروبة في الفريكونسي، 2 باي مضروبة في الفريكونسي اللي أنا طلعتها اللي هي 8.33. من هنا هوت أحسب الكلام دوت، تطلع لي القوة الدفع الكهربائية العظمى هي 41.89 فولت. تمام؟ طيب، اذكر عاملا واحد تتوقف عليه القوة الدفع العظمى المستحسة في الملف. القوة الدفع العظمى المستحسة في الملف الـ EMF maximum قلنا انها ايه؟ قلنا انها عدد اللفات في المجال المغناطيسي في مساحة الملف في السرعة الزاوية. يبقى انت خد لك اي عامل من دول، يبقى القوة الدفع العظمى المستحسة تتناسب تناسبا طرديا، مع عدد لفات الملف اللي هي الـ N. تتناسب تناسبا طرديا مع كثافة الفيض المغناطيسي اللي هي الـ B. تتناسب تناسبا طرديا مع مساحة الملف اللي هي الـ A. تتناسب تناسبا طرديا مع السرعة الزاوية. السرعة الزاوية للملف اللي هي الأوميجا اللي هي ايه؟ 2 باي في الاف. ماشي يا شباب؟ أي واحدة من دول تعتبر عاملا واحد. عايز تكتبهم كلهم كده. ملف مستطيل مساحة مقطعه 7 × 100 متر مربع، عدد لفاته 100 لفة. ان بتساوي 100. يدور بمعدل 600 دورة في الدقيقة، يبقى التردد بتاعي 600 على 60 يعني 10 هرتز. في فيض مغناطيسي كثافته 1/10 تسلا، يبقى انا عندي دي بتساوي 1/10 تسلا. احسب لي القوة الدفع المستحسة في الملف بعد مرور كم يا سيدي؟ 25 من ألف من الثانية من الوضع الذي كان فيه مستواه عموديا، المستوى عموديا على اتجاه الفيض المغناطيسي. طيب، لما كان المستوى عمودي على اتجاه الفيض المغناطيسي، ادي ده المستوى هنا هو عمود على اتجاه الفيض المغناطيسي، يعني ادي ده الفيض المغناطيسي
وادي اتجاه المستوى عمودي. هو مش عايزها في الوقت ده، لا ده عايزها بعد مرور الوقت ده. يعني انا لو اعتبرت ان الوقت ده كانت الـ EMF هنا كانت الماكسيموم، انا بعد 25 من الف من الثانية انا الزاوية بتاعتي هتبقى بكام؟ لو الزاوية هنا هوت ما بين الاتجاه العمودي على المستوى واتجاه المجال المغناطيسي 90 درجة، يبقى بعد مرور 25 من الف من الثانية هتبقى الزاوية بتاعتي لو انا بلف بالشكل دوت هتبقى عبارة انها باي على 2 ناقص باي على 2 ناقص الاوميجا في التي. ما هو انا الزاوية بتاعتي بتتغير اوميجا في التي. طب الاوميجا بتاعتي بتساوي كام؟ الاوميجا بتاعتي بتساوي 2 باي في الاف، والاف بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي 10 هرتز. يبقى انا الزاوية الجديدة بتاعتي بتساوي الزاوية القديمة اللي انا ابتديت بيها اللي هي باي على 2 ناقص 2 باي في التردد بتاعي اللي هو العشرة هرتز في الزمن اللي هو الدهولي اللي هو ربع او 25 من الف من الثانية. لما احسب الكلام ده 2 باي مضروبة في 10 مضروبة في 25 من الف، العشرة في 25 من الف يبقى 25 من 100 صح؟ 25 من 100 في 2 تبقى نص، يبقى ديت باي على 2، يبقى انا عندي باي على 2 ناقص باي على 2، يبقى الزاوية الجديدة عندي بقت كام؟ بقت صفر. يعني انا لو كنت هنا هوت في البداية كنت عند القيمة العظمى، يبقى بعد الزمن ده هوت انا بقيت عند زاوية صفر. لو انا عند زاوية صفر وعايز احسب القوة الدافعة الكهربائية المستحثة عند الزمن ده، تبقى القوة بتاعتها كام؟ هتبقى عبارة عن الـ EMF ماكسيموم مضروبة في ساين صفر. ساين صفر هتساوي كام؟ هتبقى تساوي صفر. يبقى إذا الفولت اللي عندي هنا اهوت في الحالة ده اهوت هيساوي صفر. ده لو كان المستوى كان أصلا عمودي على اتجاه القطب المغناطيسي في الأول، وبعد كده بعد الزمن ده بقى العمودي بتاعه موازي لاتجاه المجال المغناطيسي. تمام. الشكل دوت احنا شفنا بعض الامثله والمسائل على دينامو التيار المتردد. اشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله.